السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير الورى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. مستمعين الحياة أفام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ رضا الخلادي، فأقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، مرحبا بسي مندر، مرحبا بالسادة المستمعين. إن شاء الله ربي يوفقنا لتكون هذه الحصة ذات فائدة، إن شاء الله ربي يتقبل صيام وقيام كل الصائمين والقائمين. سي مندر مرحبا بك في حلقة جديدة من حلقات الصوم جنة. الله يبارك فيك سي محمد، مرحبا بك بكل السادة المستمعين، وربي إن شاء الله يتقبل صيام وقيام الجميع. سي منذر، كنا قد تحدثنا في الحصة الفارطة عن فضل الصلاة وأهميتها في ديننا الحنيف، يعني وتوقفنا عند حديث عظيم، حديث أن للمؤمن لابد له من ذنب يعود إليه 2000 بعد 2000. لو كانت زيد تتعمق لنا في الحديث هذا. بارك الله فيك سي محمد وسي رضا وكل السادة المستمعين. هو اللي جرنا لهذه النقطة، احنا لما تكلمنا على فضل الوضوء، قلنا أنه الإنسان يكفر إذا الخطايا. نعم، أنه يكفر الخطايا بمجرد أن الإنسان يصب الماء على يديه أو على وجهه، فإن الخطايا التي قد ارتكبها أنها تخرج ببركة ذلك الوضوء. سي رضا وقتها قال أن البعض يقول لك أنا شنو معناه، كل ديما نعمل في ذنوب، من عندي معامل أنا لبس علي مريقة. فلهنا حضرني هذا الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وله ذنب يصيبه 2000 بعد 2000. إن المؤمن نساء إذا ذكر ذكر. سبحان الله، هذا هو الحديث. لو كنت فسرون الحديث، إيش معنى الحديث لهنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن المؤمن راه ما هوش ملك منزل من السماء، راه عرضة لأن يزل. وسبق احنا يعني في بعض الحلقات وقت اللي تكلمنا على موضوع التوبة او على موضوع التقوى، اظن التقوى. على موضوع التقوى ان تكلمنا، قلنا انه ربي سبحانه وتعالى لما تكلم عن عباده المتقين في آية عظيمة في سورة آل عمران اللي ذكر صفات المتقين، وذكر فيها أن المتقين قد يقع منهم الزلل، بل قد يقعون في الكبائر أحيانا. سبحان الله. وقت اللي ربي قال في الآية: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فكأنه ربي سبحانه وتعالى لما حثنا على التقوى وعن المسارعة إلى التقوى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، حبي بيننا من هم المتقون. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة. يعني هذه معطوفة على ما قبلها، يعني المتقين قد يقع البعض منهم في فاحشة، ولكن شوف ربي ذكر هنا، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. معنى هذا المؤمن الذي هو من المتقين والذي هو قد يقع في الزلة وقد يقع في الذنب، يعني ما هو إيش، هو معصوم يقع في الخطأ، يعني نعم، يعني ليس معصوما من أنه يقع في الخطأ. أو قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني يعود من قريب. وهذا يتماشى مع هذا الحديث: إن يصيبه 2000 بعد 2000. إن المؤمن نساء، ممكن ينسى، ممكن يسهى، ممكن يستزل، ولكنه إذا ذكر بالله تواضع وانكسر يرجع، أو قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والحديث يشرح للقرآن، ينعم أولئك جزاؤهم مغفرة. معناه لهنا الرب سبحانه وتعالى حبيبين الناس رضا، أن صدور المعصية من بني آدم لا تنفي أنه يريد أن يكون من المتقين. فالذي يقدح في صفة التقوى هو الإصرار،
أما أن الإنسان إذا زل ورجع من قريب فهذه ما تقتضيه البشرية. نعم. ولذلك من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه شرع لنا معناها الوضوء. معناها كما قلنا السي منذر في الحصة الفارطة أنه هو مازال كيبدأ في أول الوضوء والخطايا والذنوب بإذن الله تبدأ تتمسح وتتمحى. هذا مازال ما خرجش معناها إلى بيته إلى الصلاة. نعم. هو لهنا فما حديث آخر ذكره العلماء في فضل الصلاة، ذكره الإمام الطبراني الحديث هذايا، يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه، يقول تحترقون أي يعني ترتكبون من الذنوب ما يوجب لكم النار، فإذا صليتم الصبح غسلته، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلته، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلته، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلت، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلت. ومعنى الحديث أنكم ثم تنامون ولا خطيئة عليكم، فهذا من كرم الله. تحترقون بالذنوب يعني أثر الذنوب اللي أنتم عملتوها. يعني هو شوف الحديث هنا سي محمد يعني يعطينا عدة معاني. نعم. من بينها أن الإنسان كم هو خطأ، يعني هو صلى الصبح وتغفرت ذنوبه بصلاة الصبح، ما جاء الظهر اللي خرب الدنيا بالذنوب والمعاصي، يعني بما يوجب له العذاب والنار. هذا معنى. ومعنى آخر يدل على عظم كرم الله سبحانه وتعالى أن رب سبحانه وتعالى كل ما أقبلت عليه بالصلاة إلا ومحى عنك الذنوب التي قد تكون قمت بها. وهنا سيرضى العلماء قالوا في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذكروا معناه أن الإنسان بمجرد ما يصلي الفريضة إلا وتمحى كل السيئات الصغائر التي قام بها العبد من تلك الفريضة إلى ما قبلها. يعني أنا مجرد أن يصلي الظهر كل خطيئة قمت بها أنا بلساني ولا بعيني ولا بأي جارحة من جوارحي بمجرد أني أديت الفريضة تمحى ما قبلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهن من الذنوب. يعني بمجرد الفعل، بمجرد أني نصلي الظهر الذنوب اللي بين الصبح والظهر تغفر بمجرد الصلاة ولو أني ما استحضرتش منها توب. صليت العصر كيف صليت المغرب كيف بالصلاة بمجرد الصلاة. قال ما لم تغش الكبائر، وليس معناه أن الكبيرة لا تغفر وإنما تتطلب استحضار ندم خاص منها، وهذا من كرم الله. حبيت نسألك معنى هذا مش داعي باش الإنسان يتسيب في المعاصي ولا في الذنوب، بل بالعكس يلزم الإنسان يشد الطريق المستقيم. أما لو وقع منه ذنب ولا أي سيئة أنه بإذن الله من الذنوب الصغار بإذن الله عز وجل يغفر له ربي. لو كنت زيت تبين لنا المعنى هذا. بارك الله فيك. هو سبحان الله معناه بالنسبة للإنسان اللي ركب يعني بما فيما خلقه الله سبحانه وتعالى أنه يخلد إلى الأرض أحيانا، شنو هو يخلد؟ يعني يسقط إلى المعاصي والذنوب. حكم البشرية. حكم البشرية والبشرية أصل منين متكونة في الظاهر أكثر أن متكون الإنسان من جسد وروح. الروح روح الإنسان، أن ربي سبحانه وتعالى قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، روح الإنسان من روح الله سبحانه وتعالى، هي مسألة غيبية لا نعلم كيف، ولكن لطهارتها وعلوها هي من روح الله. لكن الجسد والجسم هو مركب الغريزة، هو معناها مصدر الشهوة والرغبة. هذه كلها الشهوة والرغبة والغريزة راي في الجسد، توقع في الزلات معناها الإنسان. فالإنسان هنا هذا المركب المزدوج في رب سبحانه وتعالى جعله توازن بين الروح اللي هي يعني من روح الله، وهي يعني مصدر القيم ومصدر المثل ومصدر سمو، وبين جسمه اللي هو مصدر الغريزة والرغبة والشهوة. فهنا يجي الوحي يبين التركيبة هذه في الإنسان. يا إنسان أراك مش كملاك، يا إنسان أراك أنت تركيب مزدوج بين هذا وذاك، تسقط في تخلد إلى الأرض، نعم، تسقط في الذنوب، نعم،
شنو اللي يخرجك من السقوط هذاك؟ هاك العبادات هذه. نعم هذا هو. شنو اللي قال لنا؟ هو الوحي. نعم. هو الوحي اللي يسمو بالإنسان، والوحي ما يتقبل إلا بالعقل الناضج الكامل. عقل فهم. ربي أعطانا الملكة هذيك، وأعطانا البذرة الطيبة هذيك المباركة، نفهم بها الوحي حتى نخرج. بطبيعة الحال مرتبة العلماء أعلى، ولما فهمناش نسأل العلماء فسألوا أهل الذكر، فنخرج مما نحن ركبنا عليه من الذنوب والمعاصي في التركيب الجسد متاعك والجسم متاعك، اللي هو بطبيعة الحال اللي تتسمى تزكية النفس هذه. قد أفلح من تزكى، من زكاها وقد خاب من دساها. نعم تزكية النفس اللي هي بطبيعة الحال يعني تكون بالروح أو بما يسمى يعني مركب هذاك الروح اللي من روح الله، روح الإنسان من روح الله، اللي هي تخرجه من الدرن ومن الخبث. نقطة أخيرة في التدخل متاعي اللي نحب نحث عليها من الفوائد العظمى للصلاة، اللي هي احنا كنا نعرفه السادة المستمعين يعرفوا يتنا عن الفحشاء والمنكر، هذا قلناه، لكن هي تفتح للمسلم، هذا ما قاله العلماء، تفتح للمسلم أبواب الرزق. كيفاش الصلاة تفتح للمسلم أبواب الرزق؟ وهذا يعني قد لا يتفطن إليها الكثير. يعني لما يكون إنسان كما ذكرنا في صلاته منتظم، تكون كل أعماله منتظمة على صلاح، على صلاح، والناس يعني يعتبرونه أهل أمانة، رجل أمانة، لأنه إنسان صادق. من يعني يسجد لله يستحي أن يكذب، يستحي أن يخون، يستحي من الله أن يفعل شيء يعني وخاصة الكبائر سيكون له يعني سيسبب له الحياء من الله لما يعني هو أقرب إلى التقوى والالتزام بأداب الشرع. بارك الله فيك. فهو أقرب إلى التقوى وأقرب إلى الصلاح. يأتمنه الناس ويتعاملون معه ويصلح رزقه بإذن الله، هو صحيح الأرزاق كلها من الله، لكن فما جهد، الجهد التعب، والجهد هو الخلوص من الدران والآثام والمعوقات هذيك اللي سبت له يعني ضعف إيمان أو ربما عدم تعامل الناس معه. أتعامل مع الناس إنسان محتكر، وديما نحن نحكيه النقطة هذه نحن في رمضان، هاك المحتكر هذاك يمقته الناس ما يحبوهوش. نفهم السريضة تقولنا تونتي البيت كيف يظل عامر بالذكر والوليدات تظل مواظبة على صلواتها والأهل والأب بإذن الله تحل البركة بذلك البيت. معناها هذا على مستوى البركة، بارك الله فيك كما كنت تذكر انت في الرزق، معناها بركة الرزق. والبركة هذه يا سي محمد خالت انت في موضوع كبير برشا، البركة راهي تستشف ويفهمها المؤمن. نحن نشعر بها كمؤمنين، ان شاء الله نكونوا من المؤمنين، نحن نشعر بها. جي انسان مثلا مادي ملحد ما عندوش علاقة يعني ماشي بالبركة صحيح ما تعنيوش هذه حاجة اسمها بركة وما ينظر لهاش، بينما نحن تعنينا ونفهموها ونحسوها ونشوفوها في الصالحين وفي في 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 يعني سيرة رسول الله وفي سيرة الصحابة، شوفوها ونعرف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نحن في حياتنا كل واحد فينا من المؤمنين يعرف معنى البركة هذه اللي هي جات بسبب التقوى. نعم. الكرامات التي تقع معناها للصالحين. نعم. والمعجزات التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. نعم. هو سبحان الله في السياق اللي كان تو يقول فيه سيريضا يعني اللي هو أنه الإنسان ليس معصوم وأنه عرضة للزلل وللخطأ، في المقام هذا هناك عدة أحاديث يعني اللي هي تبين هذا المعنى اللي بشرية الإنسان. في حديث رواه ابن ماجه عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شوف معناها الربط هذا يعني هو يلخص اللي كنا نقوله فيه. يعني شوف يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا،
يعني هنا الأمر بالاستقامة. وبعد سيدنا صلى الله عليه وسلم مع أنه أمرنا بالاستقامة قال لكم لن تستطيعوا أن تتقوا الله حق تقاته. بالضبط بالضبط. الإنسان ضعيف. ضعيف. قال استقيم ولن تحصوا يعني ولن تقدروا على كمال الاستقامة بحكم البشرية. ولحنا كنا نقول فيه أن المؤمن خطأ وكل بني آدم خطأ إلى غير ذلك. وبعدين مدام إحنا يعني هي مقاربة كما قلنا وقت اللي نزلت الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الصحابة ذهبوا يبكون للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول شكون من مش يقدر يطبق هذا أنه يتقي الله حق تقاته. فأنزل الله قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا يعني عبارة أنا نسخت الأولى لأننا لا نطيقها. فلهنا مدام قال استقيموا ولن تحصوا إحنا شنو باش نعملوا كيفاش هالمقاربة باش تكون. قال لك واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة يعني أعظم ممحاة للذنوب هي الصلاة. وبعدين نرجع سيريضا اللي احنا توقعدين بصدد احنا توم زين ما دخلناش في الصلاة احنا قاعدين نشوف مقدمات الصلاة هي كلها مقدمات يعني هي في الصلاة ومقدمات الصلاة كلها, يعني كلها في الصلاة. شوف ايش يقول بعد واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة يعني فماش عمل مش يعينك على الاستقامة أعظم من الصلاة. وهذيك علاش ربي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهنا شوف سبحان الله المعنى اللي نحب نقوله توه برشا نيش يصلي وربما يغش وربما موجود هذا لكن المفروض هو أقرب لأنه يكون بعيد على هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالشباب بالزواج إن كان قادر على الزواج أو بالصيام إذا كان غير قادر على الزواج قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع اللي هو عنده يقدر باش يجيب زوجة وينفق عليها ومهر وكذا يقصد ربي يعني باش يحفظ نفسه من الحرام. ومن لم يستطع فعليه بالصيام. وبعد شوف شو قال سيدنا قال فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. هنا نلاحظوا في كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنه الزواج يغض البصر قال أغض. شنو معناه؟ يعني يعينك على غض البصر وأحفظ للفرج يعينك باش ما تقعش في الزنا. فليس معنى هذا أنه كل من هو تزوج أنه يغض بصره وأنه كل من يتزوج أنه لا يمكن أن يقع في الزنا. لا وإنما هو مدام هو أكرم ربي يعينك بالزواج راه يعينك. ولذلك كم من أعزب أعف من متزوج. نعم أعليش لأنه هو يخاف ربي ولو هو مش متزوج. وكم من إنسان معناها متزوج وهو معناها يقع في المناكب يعني معناها العبادة تعين على يعني الزواج يعينك على العفة كما أن الصلاة تعينك على الاستقامة وعلى أن تنهيك عن الفحشاء والمنكر. ولهذا هذا باش بعض السادة المستمعين خاطر ممكن يكون إنسان يتعامل مع إنسان يصلي يقول له هاو يغش هاو يغش وهاو يقلب وهاو يخلف الوعد هذك الصلاة ولما نهتوش عن الفحشاء والمنكر. لكن المفروض أن الصلاة تنهى ولذلك هو فما أثر لهناس يعني لا صلاة اللي من لن تنهى وصلاته عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة نتاعه ما يش صلاة كان صحيح هو قام بالركن هذاك والفرض باش معناها حتى لا يعاقب عنه إيه. لكن هل أنا صلاته يعني قامت بالدور اللي هي منوطة به لم تقم يعني لم تقم علاش لأنه هو مفرغ منها لأن نحن كنا نحكيه في الحصة السابقة عن أنه لما يكون في حالة ركوع يستحضر معنى الركوع شنو لما يكون في حالة سجود يفهم شنو معنى سبحان الله ثم يفهم أن هذه الصلاة راهي استجابة لأمر الله ما دام ربي أمرك بصلاة أنت استجبت استجب لغيرها مما أمر الله أمرك الله به مم أو وانتهي عما نهاك عنه فهذا بطبيعة الحال يكون مكمل بعضه هنا سيدي ضاء وهو يعني لا أنا لا يستقيم هنا سيدي ضاء سيمنذر توا بعض الشباب ربي إن شاء الله يصلح أحوال جميع شبابنا وفتياتنا تقول له إجا صلي يقول لك لا ما نصليش تقول له علاش يقول لك ما نصليش كما بعض كثير من الناس اللي يصلي مثلا ويخدع أنا نحب كي نصلي نستقيم استقامة كاملة باش ما عادش لنجي لمنا لمنا ينصلي على ثنية يا سيب علي وهذا كلام شكون هذا كلام شيطان راو نعم هذا كلام هذا اللي حشنا به هذا وسوسة شيطان نعم. الشيطان يقول له
ابقى هكاك بلاش صلاة باش هو فما انسان مش يستقيم 100% ابدا. نعم. الأنبياء او قال النبي قال استقيموا ولم تحصوا او كان يقول لنا مش نجم ولذا الاستقامه ويتعلل يقول لا نحب انا ما نصلي لما نكون اموري معناها في تقوى. اش نقولوا له هذا يا سي رضا؟ نقولوا له عليك بالاستجابه لامر الله بالصلاه على كل حال. يعني مهما كان حالك سيروا إلى الله عرجا ومكاسب صحيح بد يعني كل حال يعني إلى الله وتستجيب لأمر الله في كل حال. عازب متزوج يعني بطال تخدم مش عارف درشنو أي كان عندك الذنوب ترجو من الله أنه معناها يعني يبعدك عنه تسير إلى الله. هذه النقطة الثانية اللي حبيت عليها توا معناها الاستشهاد الأول يقول لك أنا ما نصليش كيف ما يعملوا الناس. النقطة الثانية يقول لك راني والله عندي الذنوب مش نقعد أنا توا نتمنيك نصلي ونزيد نعصي ربي ونصلي ونعصي ربي. شو نجاوبوه هذا يا سي منذر؟ والله يشوف سي محمد بارك الله فيك هي يعني هي نجم نقول أن هذه عقبات عقبات نعم عقبات اللي هي يقع فيها بعض الناس واللي هي قد تحجزهم عن الصلاة وهي في الحقيقة يعني عقبة نجم نقوله أوها من خيط العنكبوت كما قال السيريضا من حتى تسويل الشيطان يعني نعم يعني نعم ما فيش كلام هذا. عليش لأنه شوف يعني بعض الناس يجي تقول له يا ولدي صلي يقول لك لا أنا مثلا راني عافاكم الله يعني مثلا مدمن على شرب الخمر ولا كذا كيفاش أنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين وبعد نعرف راح نمشي نشرب الخمر ولا ساعات فتاة تقول لها يا بنتي صلي تقول لك لا أنا ما نجمتش مثلا نتحجب واني نخرج متبرجة كيفاش أنا نقف نقول إياك نعبد وإياك نستعين ونلبس نحط نغطي راسي وبعد معناها نصلي وبعد نخرج يقول لا تقول توكينينا نستقيم ونصلي. هذا أنا فما البعض اللي ساعات كيف يقوله لي من حتى من بعض التلامذة وكذا شو نقول له نقول له يا بني أنت حالك أشبه ما يكون بمريض ذهب إلى الطبيب مرض مشي للطبيب سبحان الله يا دكتور أنا عندي كذا وكذا. طيب الدكتور جاء عطاه وصفة متاع علاج للعضو اللي هو مقلق ولا اللي كذا بعد الأخذاء عطاه الكشف متاع العلاج طويل ورقة قالوا يا دكتور بارك الله فيك إن شاء الله توقت اللي تو نبرة ونشري الدواء سبحان الله. معناها هذا بالضبط نفس اللي يقولوه الناس هذوما. نعم. يعني واحد يجي يقول أنا راني مبتلى بمعصية أتوكي نستقيم ولي نصلي يهودي إحنا حشتنا بيك أنت تجي تصلي وأنت مريض باش تنظف لك معناها أنت يندرى المريض يستعمل الدواء بعد يبرى ولا هو مريض لا هو مريض فعلاجنا ودواءنا هي عبادة الله سواء كانت صلاة ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا صيام. معناها أنت بالعكس أنت أحوج إلى العبادة وأنت تقع في الزلل فالهناء اللي هو يجي يقول أنا ما نصلي كان لما نستقيم هذا كما اللي يقول ما ناخذ الدواء لما نبرى. نعم. فهذا داعي شيطاني ولذلك ربي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصحابة ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل يعني يقع في بعض المعاصي مع كونه يصلي إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن صلاته ستنهى. نعم. يعني الإنسان وقت اللي ديما يصلي حتى ولو يقع في الزلل أحيانا لابد يجي نهار ويستحي لابد يجي نهار ويخجل ويقول أنا ما يليقش بي أني نقف بين يدي الله وأني نقع كذا وحتى لو فرضنا بقي عنده زلل إلى أن فارق الدنيا يكون من الذين قال الله عز وجل فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني أنت ربي بشي حاسبك على الزل اللي أنت قمت به بشي حاسبك على تركك للصلاة على الأقل تكون أديت الصلاة وأنك حاولت أنك تقرب من ربي سبحانه وتعالى. فإذا زللت أرجع بالتوبة والإنابة كيف تلقى ربي سبحانه وتعالى وما تبتش التوبة نصوح على الأقل تكون من الذي كلما أذنب تاب. بارك الله فيك سي منذر سي رضا. مازال سؤال أخير اللي يجي يقول لك تقول له صلي يقول لك ربي يهديني إن شاء الله أنا راني ناوي مش نصلي أما إن شاء الله ربي يهديني كيفاش نجمو بارك الله فيك سي محمد لهنا تو الأسئلة نتاعك هذه يعني جميلة وفي بلاصتها يعني تأتي مع العناصر تقريبا اللي نحن برمجنا باش نتحدثوا فيها هو كله بحول الله يعني في خير إن شاء الله فائدة في سبحان الله في رمضان هذه فرصة من أجمل الفرص ونحن نشوفه الحقيقة يعني
كثير من الشباب يدخلوا على الصلاة في إقبال في رمضان على الصلاة. المطلوب وهذا مش نحكيه في آخر الحصة، المطلوب أن يثبت، أن يثبت به. لكن هنا أنا نحب نرجع للسؤال، قبل كيفاش أنت تقول حتى يهديني يا ربي. نحن سبحان الله يعني الهداية هدينا موجودة، لكن السعي والسعي صدق النية والجهد لها صدق النية يعني في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو الأساس، هو المطلوب. وقت اللي نحن نتحدث مع وليداتنا الشباب، شباب سواء تلامذة سواء يعني في المساجد وحتى خارج المساجد، ونحن حتى البرنامج هذا اللي هو في الإذاعة ما هوش يحكي مع المصلين، يحكي مع العامة الناس. ونحن ذاك علاش اخترنا أن نتحدث في رمضان على الصلاة. أراك في رمضان صفدت الشياطين ونقص عليك الشر يا مسلم، راهي فرصة أنك يعني تعود تغتنم الفرصة، تغتنم الفرصة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا البارح وأنا في الدرس قلت البارح استسألني تلميذ قال لي سيدي نحن توا نصوم ونحن وما نصليوش نحن اش نعملوا؟ أولا أنا ما نزمش نعطيه الموقف في الشرعي وفي الفقه حتى لين نعمل له مقدمة. نعم لازمك تعمل له مقدمة. شنية المقدمة؟ المقدمة اللي نحن شرعنا راه مترابطة مع بعض وراه متماسك، راو انت كي مش تحكي على انك اني ربي سبحانه وتعالى دلك على الصيام ودلك على هذه الركن، وانت معناها صمت صيام عباده مش صيام عاده وتقليد، وان امك وابوك يطيبوا في اخر وقت مش تفطر معاهم، لا انت صمت صيام عباده. فلما انت كنت صايمه مع صيام عباده وصيامك ما فيهوش يعني خلل، ما فيهوش خلل، ما فيش يعني بإذن الله يعني ضعف، وإلا يعني معناها كما نقول ما يفسد الصيام، صيام كامل، فجيب العبادة الثانية الكاملة. سيري ضا مش نرجع بإذن الله للعبادة الثانية ذي، أنا عرفت تقص علي بيه سي محمد. أما إن شاء الله بعد الفاصل نعود بيه، نعود بعد الفاصل سي محمد خاطر الوقت. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عودة مع الشيخ رضا، والسؤال هو اللي إنسان ساعة ساعة ما يصليش يقول ربي يهديني بحول الله تو نصلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب يعني الكلام هذا في العادة أو في الغالب يكون من تلميذ، من شاب مراهق، من فتاة مراهقة. نعم. ديما هكا الحديث هذا يعني يتبادل الأذهان ويكون أنانيتي طيبة يقول لك ولباس وبحول الله قلبي طيب وقلبي باهت وربي يهديني بحول الله. هذا هو. ونحن نقولها نحن كأيما رانا نوجه الأولياء يعني في النقطة هذه يعني بعمق. علاش؟ لأن لما نشوفوا نحن المساجد والجمعات نلقاو أغلبها كهول وشيوخ، شباب ما فماش. نعم. شرح أبوه أي نقطة هامة في السيدة. نعم. كلام ذا الشباب اللي نحن نقربوه ما فماش إلا قليل، هو معناها إلا القليل موجود. نعم. لكن قليل قليل. والله على ذكر هذا السيريضا توا في خطبة الجمعة جاني شاب كنا 15-16 سنة يسأل فيا، قال لي راني أنا مريض بمرض معناها السكر إن شاء الله ربي يشفيه، وراني ما نحبش نفطر في رمضان رغم الطبيبة حكمت عليا باش نفطر. اش قال لي؟ شوف باش تعرف اللي شبابنا فيه الخير وفيه الصلاح. قال لي جربت رمضان عام الأول بديت مش نفطر، نهار الثاني وليت نبكي كيفاش مشني مش نصوم في رمضان. على جبت أنا النقطة ذي لأنه ما شاء الله عنا الخير في شبابنا، خير كثير ياسر ياسر ياسر. أعطينا بركة شكون يأخذ بيده هالشباب هذايا الطيب وهالشباب الصالح هذايا إلى طريق المستقيم. هو محلها الكلمة سي محمد اللي قلت اللي يأخذ بيده. أنا كي نظل نحكي مع تلمذاتي وهما شباب، أنا قلت مثلا مع التفكير أنه سي رضا وأستاذ تفكير إسلامي في معهد ابن جزار، وسي منظر العلاني أستاذ بالمعهد الأعلى للعلوم الإسلامية بالقيروان، وأنا راني تلميذهم قريت عليهم الزوز، قريت على سي رضا في العلوم الشرعية وما زلت نقرأ اليوم من الساذة، وعند سي منظر في المعهد الأعلى. وربي إن شاء الله يوفقنا لما يحب ويرضى. ينفع بيك سي محمد. أمين سي محمد. يعني كفاءة سبحان الله يعني الناس يعني في جامعة
صبر يشهدوا له يعني بالإتقان وبالكفاءة كاملة والحمد لله. هو حتى في الكلية عندنا من خيرة الطلاب يعني. من أنا أقوله إن شاء الله سنة يتخرج. أقوله خذ فقه. أقوله أنا تبع سين مندر أنا هو يعرف هاي كلمة. أقوله خذ فقه. قول خذ الفقه. رأوا الفقه رأوا من ممتاز. ليش؟ هاني نشوف منيش يعني. سين مندر خذ الفقه المقارن. والله يعني وربي يعلم أنا أحترمه ونحبه برشة سين مندر. على يعني الفقه ايش يعمل ايش نعم. يعمل ايش يبني الفقه ايش نعم. يبني الفقه. نحن في وقت معين دخلنا كلام في كلام سي محمد نعم. في الزيتونة كان يعني اختيار اعتباطي ما كانش اختيار نعم. اعتباطي نعم. وكان ربما رغبة في النجاح نحبوا ننجحوا أنا نعم. مثلا الحمد لله أخذت اختصاص قرآن يعني اختصاص قرآن وحديث علوم قرآن نعم. لكن الفقه كان هو اللي يعبي أكثر يعبي الـ 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 الإمام ويخليه معناه بإذن الله أكثر نفع للناس الحمد لله إن شاء الله نحن ربي ينفع بالجميع ربي ينفع بالجميع سيدي رضا اللهم آمين ربي ينفعنا ويفقهنا اللهم آمين يا رب العالمين. قلت لك سي محمد الكلمة اللي قلتها أنت يأخذ بيده محلاها علاش أخذ الوقت نحكيه مع تلمذاتنا نعم. رأي فيهم بذرة خير رأي موجودة بذرة الخير والله موجودة وسهلة سهلة أنك معناها يعني تأخذوا ليك وتسيسوا وتفهموا ويفهمك ويستوعبك. صحيح المادة متاعنا نحن تربية ولا تفكير إسلامي يعني ضارب متاعها ضعيف وأمورها معناها كما نقولوا هيش قوية عن في ذهن التلميذ لكن التلميذ يحترم أستاذه لما يكون صادق معاه لما أستاذي ينصح تلميذه في تعامله مع والديه كيفاش يتعامل معاهم باش ينال يعني رضاهم باش يكون بارب والديه لما ينصح أستاذ تلميذ كيفاش ينصحه في صلاته ينصحه في دراسته ينصحه في علاقاته يحس التلميذ ويفهم التلميذ ويشعر بأستاذه اللي هو صادق ومؤتمن عليه وقريب منه وحتى كان فما حاجة يجي يحكيها الأستاذ التربية أستاذ التفكير وأنا عدة مرات يجيوا بنيات وإلا وليدات يحكيونا خصوصياتهم اللي ربما ما يحكيهاش البوه نعم وانت بتبع انت بوه تلميذ هذاك وتسهل له يعني حياته به. المسألة في الهداية انت تلميذ هذا اللي يقولك انا ماذا بي وما كذا وما كذا قل له المطلوب منك انك تدخل الحاجة هذيك ادخل لها جرب اعملها يعني كما نقولوا على كما نقولوا حتى على مستوى نعم. مستوى الاستطاعة نعم. يعني يقول لي راني أنا تكثر علي صلاة معناها الصبح وظهر الصبح أنا صليت وظهر وعصر نظم وقتك ومغرب طيب. وعشاء وأنا ساعات مرة وحشي وندر شنو هنا تجي فما جهاد راي فما شوية جهاد أنت كما تعبت في دراستك وكما يعني جهدت في العمل متاعك وجهدت في نفسك. مستقبلك جهد نفسك في عبادتك نعم اتعب شوية من سيلش مش يكون تعب برشا اتعب شوية وخوذ بالأسباب تقوى ربي وإرضاء ربي تو ربي عاونك تو ربي عاونك تو تولي ما عاش تحس والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بارك الله فيك الله لمع المحسنين وكل ما تجتهد ربي يعاونك في عبادتك وربي يعاونك في دراستك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إيه سي محمد بارك الله فيك حول الله يزيد ربي ثبتك وأيدك هذا هو أنا دعو نحب سي المنذر يدخل لنا شوية في المسائل الفقهية كان تسمع سي المنذر على مستوى اللي يقول له معناها أنا نصوم وما نصليش كيفاش يصوم ما يصليش أو شنو حكم الصيام في الأخر الصلاة إيه في الأخر الصلاة شنو حكمها يعني كيفاش يكون يعني التعامل معها ربي بارك فيك سي رضا سي محمد بارك في الجميع شوفوا معناها الحقيقة الزوز نقاط هذوما يثاروا كثيرا معناها أنه برشا ناس تجي تقول له صلي ولا أعملك الحاجة هذيك اللي ربي فرضها يقول لك ربي يهدين وكذا هنا نحب الساعة نشير إلى أن الهداية قسمان أو نوعان والله يرحم الشيخ عبد الرحمن كان ديما يذكر لنا النقطة هذية يقول رأي الهداية نوعان هداية إرشاد وهداية توفيق هداية الـ 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 الإرشاد هيك اللي هي ربي سبحانه وتعالى نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله في سورة الشورى والهداية هذه هي وصلتنا يعني اللي يقول ربي يهديني يقول له راه الهداية راه أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رأي الصلاة واجبة وراه في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات
لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. وبعد قال له ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك. وبعد قال له ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. نعم. رد بالك تضيع ولو صلاة واحدة يا سيدي محمد. سبحان الله. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. وبعد شو يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. أحاول ولا قوة. مش لعبة معناها. صلاة بركة. هذه هداية الإرشاد. ما هو قال ربي يهديني. نعم. لولا هذه موجودة. موجودة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد. من حافظ عليهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. إيش تحب يا حبيبي؟ الخير عليك الصلوات الخمسة. عهد. يعني ربي تعاهد أن يدخلك للجنة. ما شاء الله. ثم قال ومن لم يأتي بهن ما صليش فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وإذا توجينا بعد في حكم من يترك الصلاة يعني ما يصليش حتى إن شاء الله نتعرضوا لها النقطة هذه. أما لهنا الشاهد عندنا في مطلع الحديث أني راهي الفاضل هالنبي زين قال راوك عهد عند ربي إذا تحافظ على الصلوات الخمس راك بإذن الله تكون من أهل الجنة إن شاء الله. إيش تحب معنا هذه هداية الإرشاد. هداية الإرشاد. هداية التوفيق اللي هو يقول ربي يهديني هذه صحيح. شو هداية التوفيق؟ شنو هي؟ بيد الله أن يوفقه الله. أن يوفقه سبحانه الله. وتعالى. ولذلك أنت ما تقولش ربي يهديني بمعنى أنا هنا نقول له راوي الهداية راك أنت عارف راوي الصلاة كي تتركها راوي عندك اسم عظيم وكي تأديها راوي عندك ثواب عظيم. هنا يلزمك أنت تنهض. لا. ما تستسلمش تعمل معناها يسعى سيمون ذروهنين كان شيخنا شيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول شنو يحب يجوه زوز ملايكة يهزوه باش يتوضى ويركعوه ويسجدوه. ما هو يلزم يسعى يكون ينعم. عنده نية سعي. هو شوف هنا يا سي محمد هنا ربما الحاجة اللي هكا نزيد ونحفز بها أنفسنا والسادة المستمعين معناها فيها للصلاة. نعم. أنه توا راه ما يلزمش الإنسان ما يقوم بعمل لما يشعر أنه عنده رغبة في أنه يعمله. كم من عمل نقوم به وإحنا ما نش راغبين. وأنا نعطي مثال عملي وكلنا نعيشوه وقد يقع من هل أنه كل إنسان ربي أقامه في خدمة مهنة من المهن كل نهار يقوم عنده رغبة باش يمشي يخدم؟ لا أكيد. مستحيل. ماذا به ذا القاعد يعني تلميذ سواء كان تلميذ يقرأ في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثانوي ولا في الجامعة ولا موظف ولا فلاح ولا نجار ولا حداد لازم يقوم أخويا يلقى روحه تعبه وشتي مثل الدنيا باردة والدنيا سرد والدنيا كذا. لكن مع هذا أنه يقوم باخل مع هذا شيء عم يقوم ويمشي. علاش يقول خويا ما نمشيش تا ينقبوا لي النهار؟ خاطر هذا حاجات ملموسه. التلميذ يقول خويا ما نمشيش تا يولي بي ويجيب الولي ويجيب كذا ولي عقاب. مال شنو اللي يحمله على انه يمشي رغم انه ما عندوش رغبه؟ هو خوف التبعات. خوف. فاذا كنت انت تخاف من التبعات انه باش نقبلك في الشهريه ولا عارفك يطردك ولا كذا فالا تخشى ان تطرد من رحمه الله انك ما تخفش بين يدي الله وتصلي؟ هذه اكبر. معناها لهنا يعني لهنا ان شاء الله ربي يهديك يعني يقول يا ربي وفقني اني امتثل. لهنا شو نقولوا لايوه؟ نقول يا اخويا ابدا انت صلي واستعين بربي سبحانه وتعالى كما قال أتوا ربي سبحانه وتعالى يعينك. إذا كان ضعفت وتركت أحيانا أرجع من قريب حتى لين تتعود. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الصلاة عادة والصوم جلادة وإنما يعرف الرجال بالأموال والفروج. يعني مش صعيب أنك راك باش تعود تصلي. كي تتعود عود روحك تتولي حاجة عادية. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبنائكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين؟ يا نعم. تلزم يتعود الطفل على كده الصلاة. يلزم يتربى عليها. يتربى عليها. يتربيها عليها بحول الله يولي بالعكس يولي ما يجيش النوم وهو مش مصلي. نعم. يعني هذه مسؤولية الآباء يعني ولا الأمهات. هذه النقطة الأولى سأنت نعم. ربي يهديني في الصلاة. نعم. النقطة الثانية من عرش اللي هي اللي يقولنا الصوم وهو يقول لك نصوم وأنا ما نصليش. أيوة. معناها كيفاش هذا شوف هذا الإنسان اللي هو يعني يصوم رمضان وما يصليش هذا نقول له راه راك على خطر عظيم. نعم. يعني أمبا حمرة تشعل راه يخشى عليك لا سمح الله أن لا يقبل صيامك يخشى عليك من هذا. علاش؟ لأني راهي الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت الصلاة وضيعها فهو لما سواها أضيع.
معناها راه الإنسان اللي هو ما يصليش راه على خطر، قد لا يقبل صيامه، لأنه هي مسألة القبول بيد الله سبحانه. ولكن واجب عليه الصيام، ولكن واجب عليه باش يصوم. بيحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ما نجيوش نقولوا معناها أنه إذا كان واحد هو تو قاعد بدأ يصوم وأنه هو مش قاعد يصلي نقوله لا أنت ما لربي مش يقبل منك برا حتى الصوم برا مش يفطر و... لا احنا نقوله له صوم وجاهد نفسك في أنك تصلي. وعليش قلنا أنه هذا الذي لا يصلي على خطر وقد لا يقبل صيامه؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى الذي فرض عليك الصوم هو اللي فرض عليك الصلاة. فأنت وقت اللي تجي تقول والله أنا ما تعودتش أني نفطر وجمع الكل صايمين خلينا نصوم معهم، أما الصلاة معناها هذيك لغالب وأنا نفطر، معناها كأنك أنت هنا تتخير في دين الله، تقول يا ربي أوك الصوم أني صايم مع الجماعة ما يسالش، أما الصلاة ثقيلة على نفسي. معناها كأنك تؤمنون بعض الكتاب تؤمنون ببعض، يعني ولي يخشى على نفسه أن يدخل تحت قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني مش لعبة، وهذا فيه سوء أدب مع ربي. معنى يا ربي هاكا الصوم ما يسالش وربما خطت ينقص لي في الميزان ونلقى فيه فوائد صحية والصلاة أخويا ما يساعدني، معنى هذا روى على خطر. وربي سبحانه وتعالى ذم بعض أهل الكتاب، قال الذين جعلوا القرآن عيضين. مش معنى عيضين يعني يتخير خير منه ناخذ وهذا لا لا. وكما قال ربي في شأن بعض بني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرت ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني يشوفوا شرع ربي كان لقاوا حاجة تمشي معاه مع الهواء متاعه ويأخذ به، والحاجة اللي يلقاها ثقيلة عليه واللي ما يحرفها يما كذا، هذا لا يليق بالمؤمن به. ومع هذا نقولوا كل مؤمن فرض عليه ربي باش يصلي، فرض عليه باش يصوم. يا سيدي انت اذا كان انت مازلت مش ثابت في صلاتك ولا تارك صلاتك، نقول لك اخويا اجا صوم وجاهد نفسك على الصلاة واعلم انك راه على خطر عظيم انك انت ما تصليش، واستعين بربي سبحانه وتعالى ان يعينك على ان تؤدي الصلاة. هي هذه تعنيش يا سي منذر ان يعني كل ركن مستقل بذاته. أي. هو نحن نعرف يعني في شرعنا شرع الله سبحانه وتعالى أنه هو في الحقيقة كل ركن مستقل بذاته. يعني في الزكاة مستقلة كركن هو مستقل، في الصيام كيف كيف، الصلاة كيف كيف، إلى غير ذلك. فيعني قيام بركن وعدم القيام بركن آخر يعني أنه ما يبطلش الركن هذا، ما يبطلش. نعم ما يبطلش الركن هذا. إذا كان نعطي المثال، إذا إنسان مثلا في صلاته يصلي ولا غالب صلاته يعني كان ما نحتوش الشح من النفس في الزكاة بتاعه كان مخل، الزكاة بتاعه إما ما يعطيش ما يعطي القليل ما يعطي بكيف هو مش عارف كيفاش، إيه هذايا يعني صلاته موجودة. العقوبة الصلاة لا تسلط عليه، هو صيامه موجود، عقوبة الصيام لا تسلط عليه. الزكاة لم يأتي بزكاة، سيحاسب على عدم استجابة للركن الزكاة. فقياسا على التلمذات نحن صحيح ملول مش نقول لهم إيه وعادي يعني لا ما نقولوش الحديث هذا وما يقولوا حد، وأنا حديث متاع سي منذر يعني كان موزون برشا أنه قال على أقل ما يقال فيه أنه على خطر عظيم، أقل ما يقال هذا وكلام كبير قد يقال آخر، لكن نحن من جهة من نفروش وليداتنا أنهم يسعوا إلى الصوم، أنهم يصوموا رمضان ويصوموا صيام عبادة مش صيام عادة باش يبقى هو وأمه وأخواته وأبوه باش يفطروا آخر، لا صوم صيام عبادة اللي هو لوجه الله به. هاك الصيام هذاك بإذن الله تو يحسن له حياته ويخليه معناها يعود إلى الله ويستحي من الله يستحي. أنت صايم لشكون؟ أنت صايم لله سبحانه وتعالى، مادام أنت صايم لله أكيد يعني مش يكون صيامك يطهر النفس مش تو يطهر النفس. عندنا حديث عظيم بعض الدعاة جاب فيه لمحة معناها ممتازة برشا، كيف جاب قال إذا جاء رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال شوف ربي يسر لك الأمور الكل، ما كنت في الفطار أنت تقول الشيطان مدخلني وكذا، هاي سيدي هاو ربي صفد الشياطين، هاو فتح لك أبواب الجنة، هاو المرض متاع الشياطين سلسلهم كيف كيف. إيش قعد وعطاه مثال رائع، قال كيف ماك الأم ذيك وقت اللي تجي ولدها
في الباك ولا كذا مش يقرأ تهيئ له الأسباب الكل. تعالى الله وذلك عنه كبير، تسكر عليه باب البيت، نحي له البورتابل، توفر له القراية، تعاونوا بدو دروس التدارك وغير ذلك، أقرأ وانجح بركة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، معناها ربي سبب لك الأسباب في هذا الشهر. مع هذا ممكن نعم. محمد يقعد بطال وبتوفر لهم الظروف الكل وما يقراش على روحه. كيف كيف ذلك؟ علش النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وقال صلى الله عليه وسلم بعد من أدركه رمضان ولم يغفر له. يعني إذا كان في رمضان وشياطين مربوطة وبين الجنة مفتوحة وبين النار مغلقة، ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر في تفسير يعني أو في شرح معنى أن الشياطين صفدت، يعني يقول بعض العلماء أن صفدت بصيامك الزكي الطاهر. لما الله. المؤمن يكون صائم صيام زكي طاهر يولي الشيطان ما عادش عنده عليه سلطة، لأن الشيطان يجري من الدم في ابن آدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلهنا أنت يعني صفدت شيطانك، ما خليتوش يجري في دمك بصيامك الطاهر. الصيام الطاهر هذا أكيد سيأخذك إلى كل عمل تقوى وبر، سواء على مستوى العلاقات أو على مستوى الشريعة أو على مستوى التعامل مع الناس، سواء في عبادتك. ونحن لما تحدثنا على العبادة قلنا أن في العبادة فما عبادة شعائرية وعبادة تعاملية، هذه نذكر بها بسرعة. العبادة الشعائرية هذه الصيام، أنت لما تقوم بالصيام متاعك كامل كما هو مطلوب من الله سبحانه وتعالى، من شرع الله سبحانه وتعالى، مش سيحسن لك كل العبادات الأخرى يعني. كيف كيف يعني سيحسن لك وسيهذب لك العبادة التعاملية مع الناس، تعالى تسهل لك الاستقامة. لا يرفض ولا لا 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 ولا 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 وإن سابه أحد فليقول إني صائم إني صائم. فهذا معنى أنه ستزكى نفسه بتلك العبادة اللي هي أعلى من أعلى العبادات، اللي هي ركن، اللي هي ركن من أركان الإسلام. نحن توعنا سيموندر الحديث عن تارك الصلاة، يعني تحدثنا أن كيف يعالج تركه للصلاة، كيف يعني يعود إلى الله، ينتظم مع الله في صلاته. هذه الأولى اللي نحن نسهل على وليداتنا وخاصة الشباب كيف يعود إلى الصلاة. لكن عندنا أحكام شرعية أحكام فقهية يعني في المسألة يعني. والله شوف سيري ضام، أنا هو العلماء تكلموا كلام طويل وعريض في حكم تارك الصلاة. الخلاصة متاع هذا أن تارك الصلاة كما كنت نقول راهو على خطر عظيم، إلى درجة أنه يعني بعض أهل السنة ممن يوصل إلى درجة أن ينفو عليه أنه هو يكون في دائرة الإيمان. ويكفي أن وجود هذا الخلاف أنه يخلي الإنسان يفهم أن المسألة خطيرة جدا. معناه علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنه يعني لا يتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنسان مسلم وهو ما يصليش ما يأديش الصلاة. وإن كان جمهور العلماء حملوا هذه الأحاديث على يعني على أنها وعيد شديد، معناها على أن الذي لا يصلي أنه يفعل فعل يشبه فعل أهل الكفر، تهديد ووعيد. تهديد. كما كيك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جنبي جاء وهو يعلم لا يؤمن. ويعني أنه لو كذلك شارب الخمر والذي يسرق والذي كذا، فقالوا إن هذا المقصود هو نفي كمال الإيمان عنه. كمال الإيمان. وأنه هذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان باعتبار أنه ربي سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقل شيء يقولوا أنه فعل كبيرة. كبيرة يعني اللي ما يصليش عنده خمسة كبائر كل يوم كل نهار كل يوم. هو لهنا نحن ساعات سي منذر بارك الله فيك سي محمد أختي إيش بدي الكلمة الكبيرة هذه، يتحدث على كلمة الكبيرة. أني أنا كنجيل تلامذتي ونقول لهم ردوا بالكم أراو فما بعض فيكم والكثيركم عامل خمسة كبير مش فيق بروحه. شنو سيدي نحن عاملين كبير مش نعاملين كبير. يسخبوا الكبيرة كان اللي سرق ولا اللي خطف ولا اللي شرب الخمر يتفاجعوا يقولوا نحن سيدي عاملين خمسة كبير نحن كل يوم مش نعاملين. هاي بسيطة برش. أرى صلاة الصبح من لم يصلي صلاة الصبح فهو قد
إقامة كبيرة كبيرة آه. ردوا بالنا كل يوم خمسة كبير محسوب عليك ورد بالك ورد بالك رأوا مش سهل رأوا عقوق الوالدين كبيرة الزنا كبيرة السرقة كبيرة كذلك السحر وكذا 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 آه ترك الصلاة ترك الصلاة كل صلاة رأي تركها كبيرة ولهذه تفجع ما يحملش ما يحبش ماذا بيه ما يعملش كيفاش انا نعمل في الكبيرة ما يحملش يقول كيفاش انا نعمل في الكبيرة وهو مش فاهم هذه يعني من من اكبر المشكلات عند الشباب اللي هو معناه عندهم غفلة على الحاجة هذه سبب الغفلة ونعاود ونقول اراي الاولياء أراهم هما عجينة طرية الأولياء هما الأب والأم أراو المعهد والمدرسة أراو ما تربيش أكثر من البو والأم يا أولياء قوموا بأماناتكم اللي ربي سبحانه أتمنكم عليها اللي هي يلزمك أنت تقوموا بواجبك في التربية وهذا يا سيري ذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما رواه بريدة رضي الله عنه قال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح معنى مما يدل على أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر هذا نفس الحديث كنت سأذكره يعني هو ذكره الإمام البخاري يعني الحديث هذا صحيح يقول نعم يعني حديث مروي عن سيدنا أبو هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله اللطف معنى هذا إذا كان ترك صلاة واحدة وهذا يرجع لحديث سيدنا مروي قال ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا نعم. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. يعني مش لعبة معنى وكذلك العلماء ذكروا في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هنا قالوا يعني أن رب سبحانه وتعالى أعد لأهل النار والعياذ بالله واد يعذب فيه من يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فما بالك اللي هو ما يصليش تاركها. ويل قيل ويل هذا واد في جهنم يعذب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لوس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخذ الرجل الصلاة حتى يأتي وقت الأخر يعني ولا حديث في هذا كثير نعم فما نقطة أهم تعني برشا واقع الناس سي منذر في سان كم نختم بها الحصة سي محمد معاش واقع ظاهر لي مازال دقيقتين هو توا بعض تليم زاد كيف يقول يا سيدي نحن شكون الوضعية متاع اللي ما صليش قداش من عام أو ما صامش قداش من عام كيفاش معناها الحل متاعه كيفاش الفوات في الصيام والصلاة يعني بإجازة سيمندر بإجازة يعني الوقت يعني شوف معناها لهنا هو اللي هو متفق عليه عند المذاهب السنية الأربعة يعني المعتمد يعني عندهم أن قضاء الصوم لا بد منه لا يسقط بأي حال نعم يعني إلا اللي هو عنده عذر مزمن يعني لا يرجى شفاؤه بالكلية نعم والصلاة نفس الشيء كيف الصلاة يعني أن الفوات من ترك الصلاة متعمد لابد أن يقضي تلك الصلوات وهذا مذهب جمهور العلماء عام صيام ما صامهمش إيش يعمل كل يوم يعني كفارة 60 يوم لا هو شو يلزمه أساء أولا يقضي الأيامات هذيك عنده كل شهر 30 يوم هذاك يقضي شهر هذاك معروف نعم يرجعك الأيامات هذيك يتوكل على ربي في القضاء يعطيك الصحة كان هو ويعزم أنه يرجع لكل ما عليه إذا كان فاجأته المنية ربي أو كمطلع عليه أنه شارع لعل الله يعفو عنه فيما تبقى سواء كان بالصلاة في الصلاة أو بالنسبة للصوم يبدأ المهم يشرع توكل على المهم يتوكل على ربي القضاء وبالنسبة للكفارة بالنسبة للإفطار هذاك الكفارة يعني ممكن أن تكون بالإطعام مش بضرورة باش تكون بالصيام باش يصوم على كل يوم 60 يوم هذا في مشاقة يطعم عن كل يوم يعني عن كل يوم يخرج إطعام يعني 60 مد لستين فقير اللي هو ربع زكاة الفطر كما قلت أنت ينوي الإطعام ويجتهد ويبدأ ويعمل وإذا كان أخذته المنية فربي سبحانه مطلع ربي يبارك فيكم سي منذر وسي رضا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتبتلنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اهدي شبابنا وفتياتنا إلى ما فيه الخير والصلاح أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصيام جنة الصيام جنة موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام الصيام جنة